بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه، الف 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 مبروك للمنتخب المغربي والجمهور المغربي بمناسبه فوز المنتخب المغربي على المنتخب الغاني 1-0 بهدف سفيان بوفال. المباراه الاصعب في الدور الاول، المباراه الاصعب في الدور الاول، وقد تكون المباراه الاصعب في البطوله كلها، لان القصه مش قصه انك بتلعب فرقه كبيره زي المنتخب الغاني، القصه انك عندك اصابات هجوميه كتير كانت مخليه شكلك الهجومي وقت كتير جوه المباراه كان باين ان هو عقيم، وكان باين ان انت مش عارف تخلق فرص، وكان باين ان انت عندك مشاكل في نص الملعب، وكان باين ان انت عندك مشاكل في الشق الهجومي، واوقات كتيره جدا. وصلنا لمرحله هو المنتخب المغربي فعلا يقدر يسجل النهارده، ولا المنتخب المغربي لو قعد يلعب بالشكل ده لاسبوع جاي مش هيسجل. الماتش كان صعب، الماتش كان صعب جدا، لان المنتخب الغاني منتخب تقيل واسم تقيل جدا في افريقيا. المنتخب الغاني بال 4 4 2 اللي كان بيلعبها النهارده كان مصعب الماتش جدا على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي اللي كان مقرر ان هو ينزل يلعب بال 5 3 2، جربنا احنا ال 5 3 2 دي في مباراه وديه قدام المنتخب الغاني في شهر 6 ونجحت. كان ماتش ممل، كان ماتش ممل، بس المنتخب المغربي عرف يطلع كسبان 1-0. والنهارده بنجرب نفس الشغل هو بحيث ان احنا عايزين اقل اضرار، لان احنا عارفين غياباتنا كتير. يوسف المصيري، ريان مامي، ايوب الكعبي، ثلاثي هجومي اثروا في اي منظومه هجوميه في البطوله، وما بالك بقى ان الثلاثي دول معوضهم لعيب زي سفيان بوفال ومعوضهم زكريا ابو خليل. ومع احترامي الزكريا ومع احترامي سفيان بوفال، في فرق كبير جدا في المستويات. ريان مامي في اخر ماتشين بتاع غينيا والسودان هو ايوب الكعبي كانوا بيقدموا عظمه حرفيا، فانك تيجي تلعب اول ماتش قدام المنتخب الغاني من غيرهم الموضوع صعب. لو ماتش جزر القمر او ماتش كمان المنتخب الجابوني كانت ممكن تعدي، انما النهارده المنتخب الغاني كان الوضع صعب. الفرقتين كانوا خايفين من بعض جدا. الشوط الاول كانوا خايفين، الشوط الاول كان ممل جدا وما كانش فيه فرص، وكان تعادل سلبي، كان الموضوع واضح ان احنا رايحين لسكه التعادل السلبي. والشوط الثاني بدانا نشوف نفس الملل هو بدانا نشوف نفس الايقاع الهادي هو بدانا نشوف فرقتين ما عندهمش اي مانع ان هم يطلعوا متعادلين، مفيش اي مشكله خالص. المنتخب المغربي زي ما قلت لك واحده من اصعب المباريات في البطوله بالنسبه له، لانه مش هيكون عنده غيابات كتير زي النهارده كده. الوضع بتاع النهارده ده كان صعب، حتى لو جه لعيب زي اشرف بن شرقي مكان بدر بنون اللي مش هيكمل معاهم البطوله، اعتقد ان بن شرقي مش هياخد فرص، لان دي برضو حته لازم نتكلم فيها. لان مع احترامي يعني كان لازم تدي سفيان رحيم من البدايه، ده كان لازم تدي سفيان رحيم من البدايه. ماشي زكريا لعيب محترف في دور هولندي وانت بتحب المحترفين، بس كان لازم تدي سفيان رحيم من البدايه. دي وجهه نظري انا بصراحه. بس انت كنت ما عندكش مشكله ان تطلع متعادل لحد الدقيقه 83. قبل الدقيقه 83 للامانه ياسين بونو كان مطلع واحده صعبه جدا، وكان مطلع واحده لو اتسجلت ما حدش كان قادر يتكلم معاه. فشوت اوت له، تحيه لياسين بونو على الانقاذ اللي عمله قبل الهدف اللي جابه المنتخب المغربي. الهدف بتاع المنتخب المغربي هجوم من ناحيه اشرف حكيمي، الكره فضلت تخبط راحت لسفيان بوفال، راجل هداف خدها حطها مره واحده. الدقيقه 83 المنتخب المغربي 1-0، خلاص الموضوع بدا ان هو يبقى باين المنتخب المغربي هيعرف يطلع بالجيم النهارده. المنتخب المغربي ما قدمش مباراه مميزه، مش مهم انك تقدم ماتش حلو عشان تطلع كسبان، المهم انك تعرف تسرق المباراه. المنتخب المغربي عرف ان هو يسرق المباراه. التغييرات بقى اللي جت متاخره هي تغييرات السيد وحيد خليزوتش، راح منزل سفيان مرابط في الدقيقه 90 حرفيا مكان عز الدين النهيري، ونزل سفيان رحيمي مكان زكريا ابو خليل، ونزل طبعا قبليهم طارق تسديوي مكان عمران لوزا. وطبعا عارفين ان اصابه الياس شاعر منعته النهارده ان هو يكون موجود جوه المباراه. فاصاباتك بصراحه كانت كتير. ايمن بركوك، سامي مامي اللي هو اخو ريان عرف ان هو يحل شويه في المشكله دي، لان سامي النهارده كان بيلعب ديفندر وكان بيلعب ليبرو، لان انت كنت بتلعب 5 3 2 والكره معاك كنت تلاقيها 4 1 4 1. فالمنتخب المغربي النهارده قدم مباراه تكتيكيه كويسه ان هو قدر يمنع المنتخب الغاني ان هو يخلق فرص، وقدم مباراه عارف يطلع بيها بالثلاث نقاط. الجمهور عايز يستمتع وعايز يشوف تيكي تاكا وسكس فوتبول، ما عنديش بصراحه الامكانيات اللي انا اقدم لك بيها الحاجه دي. انت عايز تشوف مباراه جميله، وانا عندي مشكله في الشق الهجومي، وعندي مشكله ان انا مش عايز اخلي خط الدفاع بتاعي اللي فيه نايف عجراد واللي فيه رومان سايس يبقى عليهم مرتدات كتير، خصوصا المنتخب الغاني عنده سرعات سواء جوردان ايو او اندري ايو بيمتلكوا السرعات دي. غير ان المنتخب الغاني هنلاقي في مشكله في نص الملعب في السيطره على الكره، لان عنده توماس بارتي وعنده ادريس بابا عندهم قوه. فالموضوع انك تمسك الكره وتحاول تلعب جيم هجومي ده ما كانش في افكار السيد وحيد خليزوتش، هو كان في افكاره انا هعرف اسرق الماتش ازاي، وبصراحه راجل عارف يسرق الماتش، فنديله تحيه وتقدير لان هو عارف يطلع من اكبر كميل للمنتخب المغربي في البطوله دي. الناس كلها كانت مستنيه سكوت المنتخب المغربي مع الاصابات الكتير عشان خاطر يقعدوا يتكلموا عن المنتخب المغربي سيء وبيقدم اداء سيء، بس النهارده بعد الفوز اللي قدر سفيان بوفال ان هو يسجل هدف
اعتقد ان في ناس كتير هتبدا تسكت شويه وتتفرج على المنتخب المغربي وتحترمه ان هو لعب مباراه سيئه بس عرف يطلع كسبانه في النهايه. واحلى تحيه للمنتخب المغربي والمشجعين المغاربه، واحلى تحيه كمان للناس اللي مكمله معانا الفيديو لحد دلوقتي. لو الفيديو عجبك اعمل لايك او سبسكرايب، لو الفيديو ما عجبكش فبراحتك يا برو، هذا رايك ويحترم.